كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية توجه موكب جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى قصر الصخير فيما اصطفى على جانبي الطريق طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم ملوحين بأعلام البلدين الشقيقين ومرحبين بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي قصر الصخير جرت لفخامة الرئيس المصري مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم ضيف البلاد الكريم.
على الشرف جلسة تفتيش سيء. بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتهما. بعدها عقد جلالة الملك المفدى جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين. لا تنسى مساهمات مصر إلى اليوم من قديم وإلى اليوم في يعني مشاركتنا في البناء والنهضة والاستقرار، وما وجدنا من إخواننا وشقائنا المصريين إلا كل خير، يعملون بصمت ويعملون بكفاءة وبنفس كريمة، وهذا الأخلاق الحقيقية المطلوبة. أهل البحرين حبوا إخوانهم المصريين كثير ويتواصلون معاهم دائما، وهذا الشيء اللي يسعدنا، وهم المستفيدين الحقيقة من هذا كله. من الظروف الغير طبيعية في كل الكرة الأرضية صحيح، وإحنا بعد جانا نصيبنا من هذه الأمور، وكانت أمور يعني كلها مفتعلة كما حدث لمصر، مفتعلة وتدار من الخارج من قوى أجنبية. شعوبنا في مصر في البحرين تفاجأوا، ولكن في وقت قصير تمكنوا من إعادة تنظيمهم ومن الحقيقة عودة الأمور إلى طبيعتها، وهذا الحقيقة المفخرة. وعدنا وياكم الأمور إلى طبيعتها في وقت المخطط مستمر، نعم. يعني ما عدنا الأمور إلى طبيعتها بعد ما المخطط انتهى، وكانت جرأة وشجاعة، لكن حبة الأوطان يعني من الإيمان صحيح، وهذا شيء لرب العالمين. المسؤولية أن تسلم إلى جهلة أو إلى قتلة أو إلى مجرمين، هذا شيء يعني لا يرضي رب العالمين، لكن أن تعود المسؤولية لأهلها الطيبين ولأهل الحق وأهل العدل، فلا شك هذا أمر طيب. وجدنا أن من أركان هذا المخطط الحملة الإعلامية المضللة للشعوب في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم، لأن هذه الدول دول لا تطبق القانون. على حسب معرفتي أكثر أعداد خريجي حقوق وقانون في مصر، والبحرين تبعتكم، والثقافة ثقافة القانون موجودة في مجتمعنا ومجتمع مصر، يعني هي الأساس الحقيقة للمعاملة والتعامل. اتصال بالناس عن طريق بعض وسائل الإعلام يحرف ويشكك به، لكن إذا أنا وصلتكم وتكلمت وياكم وسمعتوني أتكلم وأقول لكم كل اللي عندي، أعتقد ما تحتاجون حق إعلام يضللكم. يعني هذه طريقة بسيطة وشعبية، وطريقة يعني المجالس المفتوحة ومباشرة. فلله الحمد بدأوا كل من تكالب علينا بالهزيمة، وكنا نستغرب من كل حادث يحدث أن ليش يحدث هذا الحادث، ولكن
لما رأينا إيش يحدث بعده عرفنا أنه هو مش الحادث وإنما اللي ما بعده. اللي بعده في الشرق الأوسط الاستهداف الأول لمصر لأنها هي أكبر دولنا وأعزهم وهي السند للجميع، وفي الخليج البحرين لأن البحرين هي الأكثر انفتاح، معناته نقدر ندخل ونعمل بسبب الانفتاح والنوايا الطيبة، يعني نوايا أهل البحرين لأي إنسان يوصلهم طيبة جدا، ولا يسألون ما يسألون من وين جاي وإيش أهدافك وإيش مغازيك وحسن النية. حسن النية موجودة، والحقيقة احنا اشتهرنا ببعض هذه الصفات اللي أحيانا ما تكون محببة في هالظروف، لكن على المدى الطويل هي الحياة، يعني الواحد يعيش بلا نية طيبة الجارة أو أخوه أو صديقة ولن يكون في راحة مع نفسه. طبعا تواصلنا مع مصر بفضل قيادة فخامة الرئيس حالا وبأسرع وقت والأمور تضبط، وإحنا بعد أمورنا تضبط في البحرين. واليوم لا شك عرفوا مكانة مصر بفضل القيادة الشجاعة والحكيمة، والآن التنسيق إن شاء الله يكون على أكمل وجه، ويجب أن لا نقفل في مسألة أن نعتمد بل إلا بعد الله على أنفسنا ونحدد أهدافنا المرجوة وتكون لنا المكانة المرموقة في الشرق الأوسط. ومصر ما قصرت مع جوارها ومع الإقليم والعالم، أثبتت الحقيقة حرصها الشديد على دورها، لأن التحديدات الرئيسية على مصر أن لا يعقل أن تكون مصر مثل أي دولة من الدول المارقة. مصر لها تاريخها ولها مؤسساتها ولها شعبها، من الصعب أن تكون مصر دولة يعني تستخف بالأمور، وهذا يمكن اللي أخركم شوي في بعض الأمور لأنكم تريدون تعملون الأمور كما يجب وتكون يعني مثل للجميع. والحقيقة التشاور المستمر والتناصح ما بيننا هو هدفنا، واليوم تشريف فخامة الرئيس لنا في هذه الزيارة هو نفس، يعني ما عندنا احنا جدول أعمال، ما وضعنا جدول أعمال للزيارة، أنا جدول أعمال اللي فخامته يريد يتكلم فيه، أي شيء تريدون تكلمون فيه احنا ما يقولون كتاب مفتوح لكم، تقولون وأنا نبحث وياكم الأمور. بس باختصار نعزز أمننا واستقرارنا ونقوي تحالفاتنا الصحيحة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإحنا شاكرين مرة أخرى فخامة الرئيس حضوركم وتشريفكم. أنا اللي بشكرك جلالة الملك، والحقيقة الاستقبال والحفابة والكرم ده سمة وأصل في البحرين بنشوفه دايما، وده يعني بسجله باحترام وبتقدير وبحب. مش أنا بشكرك يا جلالة الملك على كرم والحفاوة دي. وخليني أقول إن أنا أتفق مع كل اللي أنت قلته جلالة الملك وأكد عليه، إحنا بنتعاون من أجل الاستقرار، بنتعاون من أجل الأمن والأمان لبلدنا. نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولن نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا، لأن اللي احنا شفناه خلال السبع سنين اللي فاتوا درس كبير لنا، إن احنا دايما نبقى دايما مع بعضنا ودايما
نتعاون ونتآخى في مواجهة التحديات اللي هتأثر على شعوبنا. وإحنا معكم، نحن في مصر معكم، مع الاستقرار ومع الأمن ومع عدم التدخل. نعم، زي ما إحنا يعني ألزمنا أنفسنا بعدم التدخل في شؤون الدول، إحنا كمان بنقول للدول لا تتدخلوا في شؤوننا. في شؤوننا، نعم. وده أمر ثابت، لأن الاستقرار والأمن ده أمر يهمنا كلنا. نعم. فأنا يعني أطمنك على مصر، وأنا مطمئن على البحرين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، لأن الفترة اللي فاتت دي كلها كانت يعني استفدنا منها رغم كل الصعوبات اللي قابلنا في يعني واجهناها، احنا استفدنا كتير في مصر، واصبح المصريين واشقائهم في البحرين على وعي بالتهديد وبالتحدي، وعرفوا كويس قوي ان هم مهم قوي ان هم يحافظوا على بلادهم وما يسمحوش لحد بالتدخل في شؤونهم. زي ما جلالتك قلت كده، احنا دايما مع بعضنا. نعم. واحنا دايما مع بعضنا الحمد لله. وانا لما بقول الكلمه ديت بقولها لانها احنا مش بنتعاون على البغي، مش بنتعاون على العدوان. نعم. احنا بنتعاون من اجل مصالح شعوبنا، هذا صحيح، وبنتعاون من اجل الدفاع عن شعوبنا ومصالحنا. نعم. ف ده موقف مصر من اشقائها، ومش بس من البحرين، ده موقف مصر، وأنا أعلناه كثيرا جدا جدا، إن أمن الخليج، أمن دول الخليج ده جزء لا يتجزأ من أمن مصر. هذا صح. وإحنا قادرين، ودي أنا بكررها كتير، قادرين معا. نعم. إن إحنا نحمي أمننا ونحمي مصالحنا. نعم. وبقول تاني إنه تعاون دائما هو تعاون من أجل السلام والاستقرار. صحيح. مش تعاون من أجل حاجة تانية، وده يعني ده أفضل تعاون في الدنيا، إن الناس تتعاون على الخير. على الخير. وإحنا مستعدين دايما لكده. وهذا يمكن أصعب تعاون، لأن لما تهدف إلى السلام يعني هذا أمر مو بسيط. أما صح. الحرب كلمة كلمتين وتنشب الحرب. فكنا مع فخامة الرئيس نتكلم ان احنا لله الحمد بعد نؤمن بشيء مهم، ان يعني الشعوب في مصر في البحرين عندنا تحت قياداتنا هم كلهم ابنائنا، لا نفرق ولا يمكن ان نفرق بين ابناء الوطن. الفرق في من هو ملتزم بقوانين البلد وجيد ومنه سيء، يعني هذا الفرق بس، أما لا لون ولا مذهب ولا دين ولا تاريخ، احنا جسم واحد. صحيح. ولا عندنا شيء يبين هذا لا في وثائق ولا في غيره. سمعنا احنا في بعض الدول للأسف على الهوية، على الهوية اللي توضع له هو يعتبر يعني من صوبهم أو من صوب أعدائهم. إحنا ما في شيء يفرق، لما تشوف الهويات وتشوف الأوراق تشوفهم شعب واحد، وهم إن شاء الله دائما شعب واحد. وأهل البحرين يعني أثبتوا وحدتهم الوطنية في مواقف كثيرة عبر التاريخ، أحب أكررها في كلامي لكنها طويلة، لكنهم جميعا بما فيه المقيمين اللي معاهم أيدوهم في كل الأهداف اللي طرحت أمامهم، كانت عربية أو كانت وطنية. يعني حتى الشعوب المقيمين عندنا اللي ليسوا عرب أيدوا الاتجاهات العربية اللي طرحت عليهم، لأنهم عاشوا بين أحبائهم العرب وشافوا منهم كل خير، شافوا التكافل والتواصل والمحبة وإلى آخره. المشكلة
وهذه يعني حقيقة. قوى الخارجية الفاشلة لا تريد التقدم إطلاقا لدول قريبة منها، لأن شعوبها تشوف. فضريبة التقدم عندنا هو يعني زعل كبير عند الآخرين اللي ناويين الشر بالبحرين. يعني اليوم المقارنات، لو نقارن النمو، اليوم البحرين حسب آخر إحصائية تنمو اقتصاديا أعتقد 3.4 سنوات. ففي هالظروف مو عالي جدا، مو في الناقص في الزائد. مصر كانت تقلع في السماء بأمر الله اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا ودفاعيا. يعني أنا شاهد على هذا، الشركات براحتها والدنيا مفتوحة. وقوة مصر لما تكون قوة للعرب تكون بديل عن أشياء كثيرة، تكون بديل عن قوة كثيرة. فالحقيقة احنا أمامنا تحدي مهم. الخلاصة، كل ما تقدمنا كل ما زادت هالمحاولات وهالمؤامرات، واحنا لا نقبل التأخر. فالحقيقة الله كاتب علينا ان احنا نقبل التحدي ونمشي سوا في هذا الاتجاه، والمواطن هو الحكم. بس يا ريت يسأل المواطن ويعرف الفرق أكثر. لما يدعم المواطن في أمر ما، لازم يعلم المواطن أنه مدعوم قبل دولته بهذا القدر، فيقدر الشيء. مصر الحمد لله في خير، النظام القضائي موجود والنظام الصحي موجود والتعليمي موجود. أما التطوير هذه والله حتى في أكبر الدول للآن يطورون، الكل يطور، ولا يمكن نتوقف عن التطوير، ولا يمكن نطور باستمرار. تبادل الخبرات مع مصر ضروري لأسباب التشابه، وإن كان الحجم في مصر أكبر بكثير، لكن هي التشابه في نفس الأمر. إحنا عندنا الانفتاح المطلوب مثل ما أنتم عندكم الانفتاح المطلوب، إذن يستغل، وهذا يزيد من أعباء المتابعة وأعباء. لكن لا بديل عنه، وهذا مصر اليوم تصلح ما بين جيرانها، بدل ما أنها هي تأخذ طرف على طرف، ومن السهل أنها تقوم بهذا. نقدر لها بالفعل لفخامة الرئيس ولسياسة الحكيمة إصلاح ذات البين. وعندنا أكبر مثل اليوم ليبيا، واللي هي أصغر بكثير من مصر، ولكن مصر على عبر السنين ما أرادت إلا الخير لليبيا أولا، وهذه الآن تجتهد في إصلاح أمورهم، وإن شاء الله نتوفق وياكم. لأن طالما أنها هي جارتكم فأنا أعتبرها البحرين جارتنا. شاكرين لفخامة الرئيس مرة ثانية. بعدها توجه حضرة صاحب الجلالة فخامة الرئيس المصري إلى المجلس العام. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو الملكي، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء الذي
يعقد بمناسبة زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين. وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. تفضلوا سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ العزيز عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بفخامتكم وبالأخوة الأفاضل أعضاء وفدكم المرافق في بلدكم الثاني مملكة البحرين التي تجدد اعتزازها في كافة الأوقات بعمق ما يربطها بمصر الشقيقة، فما يجمعنا بكم من علاقات أخوية راسخة تشهدها مسيرة تقاربنا وتعايشنا التاريخي المشترك لهي مصدر تقديرنا الدائم لكم ورمزاً أصيلاً لقوة أواصرنا، وأساساً ننطلق منه نحو مستويات جديدة ورحبة من التعاون والتكامل والتوافق في المواقف والتطلعات. فخامة الرئيس، تشكل زيارتكم الكريمة للبحرين في ظل استمرار ما تواجهه المنطقة من مخاطر وتحديات فرصة هامة لمتابعة جهودنا المشتركة وللتشاور والتنسيق بشأن مساعينا المستمرة في مواجهة خطر الإرهاب والتصدي له، وعدم السماح لإثارة أن تمس وحدة مواقفنا أو أن تؤثر بأي شكل على مسيرة دولنا نحو التنمية والازدهار والاستقرار. مشيدين هنا بالنوايا الصادقة والمساهمات الكبيرة التي تقدمها مصر لجوارها العربي على هذا الصعيد. أخي العزيز، يطيب لنا في الختام أن نعبر مجدداً عن مدى سعادتنا بزيارتكم المباركة للبحرين والترحيب بكم والوفد المرافق، ويشرفني أن أقلدكم وسام والد الجميع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وهو أرفع تكريم يمنح في مملكة البحرين، والذي من خلاله نعرب عن تقديرنا لدوركم الرائد
وجهودكم المخلصة لمساندة البحرين في كافة الظروف، وحرصكم على حفظ وحدة الصف العربي، والمبادرة بتبني وحل قضايانا المصيرية. وليكون هذا الوسام خير عنوان لتميز علاقاتنا الأخوية، وللتعبير عن امتناننا لمصر الكنانة المحفوظة بعناية الله، وعن ما نحمله في قلوبنا من محبة خالصة لأهلها الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقب ذلك تفضل جلالة الملك المفدى بتقليد فخامة الرئيس المصري وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطوير التعاون البحريني المصري. وصافح فخامة الرئيس المصري الجانب البحريني والسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، ثم صافح جلالة الملك أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس المصري.
وقد أقام حضرة صاحب الجلالة مأدبة غداء تكريما لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمملكة البحرين خطوة هامة تضاف لتوطيد أركان العلاقات الرصينة والتاريخية بين البلدين. فلقاء فخامة ضيف البلاد بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ما هو إلا تأكيد للعالم أجمع على مدى الترابط الوثيق بين البلدين. فالتنسيق كبير بين البحرين ومصر في كافة المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية لتتوج هذه العلاقات بين الفينة والأخرى بزيارة جديدة يبادر بها أحد الجانبين على مختلف المستويات لشد أواصر هذا التنسيق المشترك ورفعه إلى أعلى المستويات. العمق التاريخي والذاكرة الوطنية لكلا الشعبين الشقيقين شمل كافة القطاعات، يقوده تناغم سياسي كبير وحنكة وحكمة بين قيادتي البلدين، ولا يخفى هنا مدى ما يمكن أن يسهم فيه ذلك في توفير فرص واعدة وطموحة لتنمية وتعزيز مسيرة العلاقات الوطيدة والمشتركة، حيث يتطلع البلدان لتوسيع أواصر التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري. فهذه الزيارة الهامة تأتي بتوقيت هام ومتزامن مع العديد من التطورات المتلاحقة التي تستدعي التقييم والمشاورة، كما تتميز هذه الزيارة بقيمة وطبيعة المباحثات والمشاورات وحجم التنسيق المنتظر أن يسفر عنه اللقاء بين قيادتي البلدين، والذي يتوقع أن يمتد ليشمل إضافة للملفات ذات الطبيعة الثنائية قضايا القضاء على الإرهاب وما يشكله من خطر كبير على المنطقة، إضافة لقضايا الإقليم والعالم ذات الأهمية للبلدين. وينتظر أن يفتح اللقاء بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجالا أكبر للتنسيق المتزايد بين البلدين، سيما مع مواصلة هذه اللقاءات واستمرارها دون شائبة تذكر خلال السنوات الأخيرة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.